زوار كلاش تي في، سلام الله عليكم. عبد اللطيف حموشي المدير العام للأمن الوطني والمدير العام للمخابرات المغربية، واللي معروف بالشدة والصرامة والبأس دياله في تطبيق القانون، أطلق حملة تطهيرية غير مسبوقة في جهاز الأمن الوطني، وقع الرئيس الكبار ديال البوليس كيطلبوا التسليم وخايفين لا يوقع ليهم ما وقع العدد من الأسماء الكبيرة والمشهورة في الدار البيضاء هاد الأيام. اش وقع عند البوليس ديال كازا؟ وعلاش الحموشي اتدخل شخصيا باش يتم توقيف اي مشبوه او مقصر في اداء واجبه المهني من كبار ضباط الامن الوطني في العاصمة الاقتصادية للمملكة؟ خليكم معايا، تفاصيل مشوقة بعد قليل، ولكن شجعوا الاعلام الهادف بالضغط على زر الاشتراك وتفعيل زر الجرس ديال هاد القناة، وترك تعليقاتكم اسفل هاد الفيديو لإغناء النقاش، وما تنساوش تبارطاجيو هذا المقطع مع الأصدقاء والمعارف ديالكم باش تعم الفائدة والحاضر يعلم الغيب. أنا محمد البوداري، صحافي مهني، ودوري هو نساهم في فضح الفساد والخارجين عن القانون. هذه الحملة ديال توقيف كبار مسؤولي البوليس والتحقيق مع البعض منهم كتجيب أمر شخصي من عبد اللطيف حموشي المدير العام للأمن الوطني والمدير العام لإدارة مراقبة التراب الوطني. حموشي وصلته العديد من الأخبار على وجود الكثير من الخروقات والتجاوزات المهنية المنسوبة إلى عدد من الأطر الأمنية في مدينة الدار البيضاء، وكلف مجموعة من المسؤولين الأمنيين اللي كيثيق فيهم وقال لهم ديروا تحقيقات وأبحاث معمقة، واللي حصلتوا عليه شي حاجة صغيرة كانت أو كبيرة بلغوني باش يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة معه. هاد الإعفاءات كتجي من بعد ساعات من مباشرة الأبحاث، ودابا شحال من واحد وقفوه حتى يشوفوا اش غادي يديروا معاه بعد انتهاء التحقيقات، وكاين اللي قالوا ليه مباشرة وبدون لف أو دوران الشاف راك ما بقيتيش الشاف، الله يعرضنا ويعرضك السلامة، انت غادي تحال على التقاعد من دابا واخا باقي ما وصلتيش للسن ديالو، وكل واحد وكيفاش يعملوا معاه. وكاينين شي ناس دابا كيتم الاستماع ليهم من بعد ما قررت الجهات المعنية التحقيق معهم حول مجموعة من التجاوزات اللي ارتكبوا أثناء أداء الواجب المهني ديالهم. العجيب أن هاد الناس اللي تم الإعفاء ديالهم قليل اللي كيقولها فيهم زوينة، والأمر كيتعلق بمواطنين وكذا عدد من رجال البوليس الصغار. حتى قالوا لي شي ناس أن هناك فرحة عارمة بقرار عبد اللطيف حموشي من طرف صغار الرتبيين من رجال الأمن الوطني، وكاين اللي كيتمنى خضوع عدد من المسؤولين الآخرين سواء اللي تم إعفائهم أو اللي مازال ما وصلهمش الصهد ديال قرارات الحموشي. وكاين في رجال البوليس اللي كيقول أنه ما غادي يسمح ليهم لا دنيا ولا آخرة على داكشي اللي كانوا مدوزين عليهم من اللي كانوا في المسؤولية بشكل يخالف توجيهات المديرية في الاعتناء والعناية برجال ونساء الأمن الوطني. بعض المسؤولين أيضا اشتهروا بظلمهم ليس للمواطنين فقط، ولكن حتى لبعض العناصر الأمنية ذات الرتب الصغرى من قبيل شرطة المرور وغيرهم، واللي منهم بطبيعة الحال شي وحدين غادي ينظموا حفلة بسبب قرارات الإعفاء اللي صدرات في حق المسؤولين الكبار ديالهم. هذه الحملة التطهيرية اللي اطلق عبد اللطيف حموشي كانت فيها البداية بكازا، وبلا شك أن الحملة مستمرة ومتواصلة وغادي يضرب العديد من المدن المغربية الأخرى اللي معروف فيها شي أسماء كتشكل الكثير من القيل والقال وكتحظى بالكثير من سياء العناصر الأمنية الصغرى. وفي سياق ذي صلة كتبت المواقع الإلكترونية المعروفة في الدار البيضاء أن عبد اللطيف حموشي أصدر قرارات تأديبية في حق العديد من المسؤولين الأمنيين بمدينة الدار البيضاء، قرارات وصفت بالزلزال، حيث جرى إعفاء كل من نائب والي الأمن بالدار البيضاء وكذلك رئيس المصلحة الولائية للاستعلامات العامة، كما تمت إحالة رئيس المنطقة الأمنية بالبرنوصي على التقاعد. وهذه هي الموجة الأولى للزلزال الذي سوف يعصف بأمنيين كبار بمدينة الدار البيضاء بعدما راج مؤخرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي من علاقات مشبوهة لأمنيين كبار بمافيا العقار ومخدرات الإكستازي وملفات أخرى لا زالت في رفوف مكاتب كبار الأمنيين بعدما أحالتها عليهم النيابة العامة المختصة بمدينة الدار البيضاء. ووصفت جريدة أخرى ما جرى بالضربة القاضية التي تأتي في وقتها لرموز الفساد
وكتبت أن زلزالا يعصف الآن بكبار الأمنيين بالدار البيضاء وما زال العطي يعطي. من جهتنا اتصلنا بمحمد عقديد العميد الممتاز المتقاعد والأستاذ السابق في المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة وطلبنا تعليقه على هذه الحملة فأوضح لنا ما يلي. أعتقد أنها موجة للتمشيط. الحملة تدل على أن هناك إرادة قوية للحسم مع الشوائب في الأمن. مرحلة الحسم الآن وليست مرحلة الشك، بل دخلت سياسة المدير العام إلى اليقين والدفع برهانات مؤسسة قوية فيها هبة الدولة حاضرة من أجل المواطن نفسه. بطبيعة الحال بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني ذو مصداقية كبيرة، ومن مدير عام له احترافية ومستوى عالي. إعفاءات انتظرها المغاربة وليس محمد أقديد، إعفاءات أتمنها. إننا في شوق كبير إلى لمسات المدير العام، مزيد من لمسات المدير العام للأمن الوطني. بطبيعة الحال انطلقت دورة الإصلاح الفعلي. الآن نحن أمام إصلاح فعلي. فاليوم تحرك المدير العام دقيق وفي الوقت المناسب. نحن نقدر المسؤولية الكبيرة للأمن القومي. بطبيعة الحال تدخل في محاربة الفساد. صغار الأمن، أنا أعتقد أنه عندما نضرب رؤوس الفساد فإننا سنجد من يدعم محاربة هذا الفساد من القاعدة كذلك. قدروا المسؤولية الكبيرة والاحترافية للمدير العام في حماية الأمن القومي. ولكن انتباهه الآن إلى الأمن العمومي أي المديرية العامة للأمن الوطني آن الأوان بهذه الالتفاتة الإيجابية حتى يبقى الجهاز ذلك الجهاز نقي، يساير التطورات، يساير ما هو في الساحة، يساير حماية المواطن، وأننا أمام شرطة نزيهة شفافة لا ليست مخترقة بشوائب الفساد. أرى أن يجب أن تعم جميع المدن. التغيير في جميع المناحي. هذه مدرسة الحموشي نقولها نزيهة شفافة. كان معكم محمد البودالي من قناة كلاش تي في. إذا أعجبتكم هذه الحلقة لا تنسوا الاشتراك في القناة مع تفعيل زر الجرس لكي تتوصلوا دائما بالجديد. كذلك شاركوا هذا الفيديو على نطاق واسع حتى تعم الفائدة. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى حلقة أخرى بإذن الله.